تلميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. أولا نقرأ النص. فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان، وأراد عمر أن يصوم في اليوم الأول، فاستيقظ وتناول وجبة السحور، وبعد عودته من المدرسة شعر بالجوع والعطش. قالت الأم: اصبر يا بني، لم يبقى الكثير. وحين أذن المؤذن قال الأب: أحسنت يا عمر، لقد صمت اليوم معنا، وستكبر العام القادم وتصوم الشهر كاملا إن شاء الله. نشرح النص. فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان، الأسرة بمناسبة دخول شهر رمضان، أسرة فرحة. وأراد عمر أن يصوم في اليوم الأول، عمر أراد أن يصوم اليوم الأول من شهر رمضان. ماذا فعل؟ فاستيقظ وتناول وجبة السحور، لكي يصوم يجب أن يتناول السحور. وبعد عودته من المدرسة، ذهب إلى المدرسة ثم رجع، أحس بالجوع والعطش لأنه صائم. قالت له الأم: اصبر يا بني، لم يبقى الكثير، لم يبقى وقت كثير وستفطر، لم يبقى وقت كثير على الأذان. وفعلا وحين أذن المؤذن وقت الإفطار، قال الأب أبو وليد: أحسنت يا عمر، لقد صمت اليوم معنا، جيد، لقد صمت اليوم الأول معنا مع العائلة، وستكبر العام القادم، العام القادم ستصبح كبير، وتصوم الشهر كاملا، كل أيام رمضان تصومها إن شاء الله. لدينا أسئلة الفهم. اقترح عنوانا للنص. لماذا فرحت الأسرة؟ متى يصوم عمر الشهر كاملا؟ هات من النص ضد لكل كلمة. حزنت القليل. إذن نبدأ بالسؤال الأول. اقترح عنوانا للنص. النص نختار عنوان. عن ماذا يتحدث النص؟ يتحدث عن دخول شهر رمضان، وكذلك يتحدث عن صوم عمر، عمر الذي صام اليوم الأول. إذا نختار عنوان النص: صوم عمر. صوم عمر يحكي لنا النص كيف صام عمر، وكيف أحس بالجوع، وماذا قال له الأب، وماذا قالت له الأم. إذا صوم عمر هو العنوان المناسب للنص. سؤال ثاني: لماذا فرحت الأسرة؟ هذه كل أسئلة متعلقة بالنص. نقرأ السؤال ونبحث في النص. لماذا فرحت الأسرة؟ نبحث فرحت الأسرة. فرحت الأسرة هي بدخول شهر رمضان. نجيب: لماذا فرحت الأسرة؟ فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان. سؤال ثالث: متى يصوم عمر الشهر كاملا؟ في هذه السنة عمر صام اليوم الأول. قال له الأب: متى يصوم عمر الشهر كاملا؟ إذن نبحث عنها. فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان، وأراد عمر أن يصوم في اليوم الأول، فاستيقظ وتناول وجبة السحور، وبعد عودته من المدرسة شعر بالجوع والعطش. نبحث عن متى يصوم الشهر كاملا. قالت الأم: اصبر يا بني، لم يبقى الكثير. وحين أذن المؤذن قال الأب: أحسنت يا عمر، لقد صمت اليوم معنا، وستكبر العام القادم، إذا العام القادم، وتصوم الشهر كاملا. إذا متى يصوم الشهر كامل؟ أحسنتم، العام القادم. نجيب: يصوم عمر الشهر كاملا متى؟ العام القادم. السنة القادمة. نواصل الأسئلة. رابعا: هات من النص، دائما من النص، هذا النص، ضدا لكل كلمة. كلمة ضد حزنت، حزنة إنسان حزين، ضدها فرحان. حزنت مع ضدها أحسن فرحت، ما يجب أن نجدها في النص. فرحت، وجدناها فرحت، فرحت. إذن ضد حزنت هي فرحت. كذلك لدينا ضد القليل، قليل
ضدها أحسنتم كثير، نبحث عليها في النص. فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان، وأراد عمر أن يصوم في اليوم الأول، فاستيقظ وتناول وجبة السحور. بعد عودته من المدرسة شعر بالجوع والعطش. قالت الأم: اصبر يا بني، لم يبقى الكثير. الكثير هي ضدها القليل. إذا وجدنا حزينة ضدها فرحة، القليل ضده الكثير. نواصل مع أسئلة اللغة. استخرج من النص واملأ الجدول. استخرج من النص واملأ الجدول. إذا دائما من النص المطلوب كلمة فيها همزة وصل. همزة وصل هي همزة هكذا، همزة وصل تكتب ولا تقرأ، هكذا أو هكذا تكتب ولا تقرأ. نبحث عنها. فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان، وأراد عمر أن يصوم في اليوم الأول، فاستيقظ. همزة وصل فاستيقظ، ألف لا تقرأ، فاستيقظ لا نقرأها، فاستيقظ همزة وصل. وتناول وجبة السحور. وبعد عودته من المدرسة شعر بالجوع والعطش. قالت الأم: اصبر، نقرأها اصبر يا بني، تكتب ولا تقرأ، اصبر يا بني، لم يبقى الكاتب. إذن كلمة في همزة وصل كان استيقظ اصبر، اكتب همزة وصل. نبحث عن كلمة فيها همزة قط، همزة قط فيها همزة في إمجة من فوق أو تحت، همزة قط. فرحت الأسرة همزة قط بدخول شهر رمضان، وأراد تكتب وتقرأ. أراد إذن همزة قط، نكتب أراد تكتب وتقرأ، أراد لن نقول راد، أراد. كلمة فيها القمرية، نبحث عن القمرية. فرحت الأسرة القمرية بدخول شهر رمضان، وأراد عمر أن يصوم في اليوم القمرية. الأسرة القمرية. فاستيقظ وتناول وجبة السحور الشمسية. وبعد عودته من المدرسة، إذا نختار القمرية، نختار المدرسة سكون. إذا وجدنا همزة وصل تكتب ولا تقرأ الصبر، همزة قط أراد تكتب وتقرأ، كلمة في القمرية المدرسة في السكون. نواصل مع ثانيا. أكمل حسب النموذج. عمر هو الذي صام، ليلى هي. أحسنت يا عمر، أحسنتم أطفال. إذا لدينا عمر هو الذي صام، ليلى أحسنتم هي التي صامت. واصل. أحسنت يا عمر، ماذا نقول للأطفال؟ أحسنتم، جيد، أيها الأطفال. ثالثا، أكمل الفراغ بما يناسب. لدينا حرف ص بعد قبل هم على، ص بعد قبل هم على. الآذان وضعت الأم الطعام المائدة. الآذان وضعت الأم الطعام المائدة، هل بعد الآذان وضعت أم قبل الآذان؟ أحسنتم، قبل الآذان، جيد، قبل الآذان. وضعت الأم الطعام، أحسنتم، على المائدة.
واصل. جلس أفراد الأسرة أمام التلفاز يتابعون برنامج أحسنتم برنامجهم المفضل. نراجع. قبل الآذان وضعت الأم الطعام على المائدة. جلس أفراد الأسرة أمام التلفاز يتابعون برنامجهم المفضل. نصلي التراويح صلاة العشاء. أحسنتم. بعد أحسنتم. سنصلي التراويح متى؟ بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء نصلي التراويح. إذا قبل الأذان وضعت الأم الطعام على المائدة. جلس أفراد الأسرة أمام التلفاز يتابعون برنامجهم المفضل. سنصلي التراويح بعد صلاة العشاء. تعبير. ينتهي شهر رمضان ونحتفل بعيد الفطر. تحدث عن مظاهر الاحتفال به. إذا انتهى رمضان، يحل العيد، نحتفل يوم العيد. كيف نحتفل بيوم العيد؟ لدينا فقرة ونضع الكلمات المناسبة. في صبيحة يوم العيد حضرت أمي، وبينما ذهب أبي إلى ليصلي صلاة ارتديت، معنى لبست، ارتديت وخرجت إلى لألعب، ثم ذهبت بعدها. إذا نختار كلمات مناسبة في الفقرة. نبدأ. في صبيحة يوم العيد حضرت أمي، ماذا تحضر أمي يوم العيد؟ أحسنتم، تحضر القهوة مثلا. حضرت أمي القهوة بمناسبة العيد، يوجد حلويات، إذا حضرت القهوة والحلويات. عندنا في يوم العيد حضرت القهوة والحلويات. بينما ذهب أبي إلى ليصلي صلاة، أين يذهب الأب؟ إلى أحسنتم المسجد. ليصلي صلاة أحسنتم صلاة العيد، بمعننا في يوم العيد. اقتديت، أنا التلميذ هذا، اقتديت ماذا لبس؟ اقتديت يوم العيد أحسنتم ملابس جديدة. اقتديت ملابس جديدة. اقتديت ملابس جديدة. وخرجت إلى، أين يخرج؟ إلى الشارع مثلا، إلى الشارع لألعب. خرجت إلى الشارع لألعب، من نختار ألعب مثلا مع أصدقائي أو مع إخوتي أو مع أخي. ثم ذهبت بعدها، بعدما خرجت إلى الشارع ولعبت مع أصدقائي، أذهب إلى زيارة أقاربي أو زيارة جدتي أو أحد أقاربي. ثم ذهبت بعدها لزيارة أقاربي، كنت أقول زيارة جدتي أو عمي أو أي أقارب. إذا نعيد قراءة الفقرة. في صبيحة يوم العيد حضرت أمي، يمكن أن تكون الحليب أو أي شيء، القهوة والحلويات. بينما ذهب أبي إلى المسجد ليصلي صلاة العيد. ارتديت ملابس جديدة أو ارتديت الملابس العيد، ملابس جديدة. خرجت إلى الشارع لألعب مع أصدقائي أو مع إخوتي. ثم ذهبت بعدها لزيارة أقاربي أو لزيارة جدتي. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، ولاختبار قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.